السلام عليكم. اليوم تاني حلقة أخرى من أطباق ديال العيد. غادي اليوم غادي ندير معكم الجيكو. صراحة كنتلفوا ما كنعرفوش شنو نديروا فيه. اليوم غادي ندير لكم الجيكو بالطريقة ديالي اللي هو كيكون منسن بالأعشاب بطريقة مميزة وتقليدية. هادو من الوصفات اللي كيقول لي الشاف ديريهم، راه كنت كناكلهم عند جده وعند الوالده ديالو. تابعوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الوصفه وهذا الطبق المميز ديال العيد الكبير. السلام عليكم. الجيكو ديالي ها هو، انتما انا خديت غير جيكو صغير بحال القياس ديال اللحم ديال العيد الكبير ان شاء الله. نتوما إذا شفتوا الجزار هبسوا ليا من هنا باش يجيني سهل ندخلو للطنجرة، حيت إذا خلينا هكا غادي خصنا نطيبوه في الفران، ولا بغيتو نطيب في الفران كياخد لينا شوية الوقت، ثلاثة حتى ربعة السوايع على حسب الكبر ديال اللحم. أنا فضلت غادي ندير لكم الشيكو ولكن طيب في الطنجرة عاد غادي نحمرو في الفران، لذلك قطعتو من هاد الجي باش يجيني سهل ندخلو للطنجرة. اول حاجه غادي نبدا بها هي نقي هاد الرجله ديالي من الشحمه اللي كثير. طبعا نحاولوا نقصوا الشحمه. بسم الله. هاد الجيكو كيجي زوين ومموي في الولائم او الضيافه. جيكو هو حاولت نقيتو من ديك الشحمه اللي زايده، ومازال انتما كنلقى باقي وغسلته كذلك، ودوك العروق اللي كيبانو مازال غلاظ كنحاولو نحيدوهم. المرحله الثانيه انا قبل ما نشملو غادي كامل نتقبو فيما كاينه اللحيمه غليظه نقبها. علاش غادي ندخل فيها الثومه؟ الجيكو كيبغي الثومه باش كيجي بنين. كامل ندخل فيه سميتو ندير فيه التقالي باش يطيب لينا مزيان ويتبني كذلك. عندي هنا كميه ديال الثومه اللي كبار غادي نقسمهم على جوج باش يجوني ساهلين يدخلوا، ونحاول ندخل في دوك التقابي هاد الطريسات ديال الثومه. ندخلو مزيان في الداخل ديال اللحم، راه كيطيبو كيذوبو في الداخل ديال اللحم. هاد الثومه هي اللي كتبنن لينا هاد اللحيمات هاد الجيكو. من الجهة الاخرى تانية صافي بركة عليها. انتما كلشي دخلت ليها التومة من الداخل. غادي نخليه دابا جانبا ونوجدو دابا الشرمولة اللي غادي ندوز على اللي غادي نشرمل بها الجيكو باش يجي بنين ومتبل مزيان. نخليه جانبا دابا غادي نوجد الشرمولة ديال
الجيغو. طبعا الملحه طبعا واحد شويه ما نكثرش لان غادي نستعمل السمن الحار راه مالح. عندي هنا شويه سكينجبير، البزار، الخرقوم، هذا السمن الحار، هانتوما معلقه السمن الحار، وهذه الزبده بلديه او السمن السمنه اللي كيقولوا السمن البلدي الطيب او الزبده. انا غير موجود عندي نستعملو، بغيت نستعملو ديك الزبده بحال نوازيت وكن ندوبوها ونخليوها في القرعه كتبقى حرشه. عندي هنا الزعفران الحر اللي درتو في الماء سخون، نحاول نخلط هو الاول هذه الزبده حيت الا زدت ليها الماء ما غاديش تخلط ليا مزيان. نحاول نخلطها بيدي حيت مع الزبده راه شاده. نقدروا هذا الزعفران الحر غير نصغدوه ونحكوه بيدينا بلا ما نديروه في الماء. وغادي نزيد واحد المكون مهم، هنا عندي ازير اللي هو طري، ممكن تستعملوا حتى الازير اللي هو يابس باش نسم بها هذا الجيغو. غادي ناخذ انا غير الوريقات اللي غادي نحاول نقطع، غادي نقطعهم بالمقص او نهشيهم. ناخذ واحد الكميه غادي نقطع انا غير بالمقص حيت الطري غادي يجي ساهل نقطعو، كيجي منسم بالاعشاب زوين بنين. تقدروا تزيدوا الزعتر كذلك او الزعتره، انا فضلت نخلي غير ازيد باش ما نكثرش في المنسمات. نعاود نخلطو مع هذا الخليطه اللي درت، نزيد عليها الزعفران الحر، وندهن هذه الجيغو مزيان، ونحاول ندخل حتى مع دوك التقيبات ندخل فيهم شرموله. عرفتوا هذه الريحه اللي كتعطي ديال الازير واعره كتجي بنينه. هانتوما كندخل كاع في دوك التقيبات باش يتنسم ليا كلشي اطراف ديال اللحم من كل الجهات. ندير جالبان ونجيب الطنجره باش غادي نطيبو. غادي ندير فيها واحد تقريبا جوج بصلات متوسطين، كيف قلت لكم انا بغيت نخرج على القاعده ديال الفران، بغيت نطيبو في الطنجره. داكشي اللي بقى في الشرموله غادي نكبوه هنايا على هاد البصله. ونحط الجيكو في الداخل ديال الطنجرة، بسم الله. ما زدتش الزيت لأنني دايرة السمن الحار والسمن البلدي لاخر، يعني زبدة نوازيت، وعاد الرجلة راه فيها شوية ديال الشحمة راه غادي يطلق ليدار ديالها. هنا باقي عندي الماء ديال الزعفران، ها هو غادي نزيدو هنا. الطنجرة درتها فوق بيتاغاز، غادي نزيد الماء الكافي اللي غادي يطيب فيه هذا اللي غادي يطيب فيه هاد الجيكو. غادي ياخذ ليا شويه ديال الوقت، تقريبا شي ساعة ونص على حسب الكبر ديال اللحم، الا كانت صغيرة طبعا راه غادي يطيب لينا فوق وجيز. المهم الكمية ديال الماء كتبقى على حسب النوعية ديال اللحم.
يلا غادي نغطي على الطنجره ديالي. الجيكو ها هو طاب، هانتوما شفتو كيطاب وبقى مجموع. المريقه هي غادي نحطها تقلى وتدغمر ليا وتوقف. هاد الجيكو دابا انا غادي ندخلو للفران، غادي ندهنو وندخلو للفران باش يتحمر. كيجيني انا احسن الا طيبتو في الطنجره كيطيب ليا دغيا، خصوصا الا كان اللحم كانت كبيره راه غتشد لينا الوقت بزاف في الفران. هانتوما دوك التومات راه دابو في وسط اللحم. عندي هنا الزبده بحراره المطبخ، غادي نزيد ليها واحد معلقه كبيره او جوج ديال العسل. وغادي نخلطهم مزيان وندهن بهم الطلعه. الفران غادي نسخنو على 200 درجه وندخل الطلعه ديالي حتى تعطينا داك الوجه اللي غادي يكون محمر وغادي يعطي شويه اللمعان. هاد العسل كتعطي اللمعان. وندوزو لطبق التقديم. هانتو الجيكو من بعد ما تحمر شتو اللون ديالو كيجا وعطى اللمعان، مازال هنا مع التصوير راه كيجي تيبان اللون شويه باهت، ولكن محمر وعاطي اللون. تبارك الله عليك داكشي، وخصوصا العسل كتعطيها واحد اللمعان واحد مذاق زوين. غير هاد الشمه ديالو كتشهي تبارك الله. دابا غادي نقدم في الطبق ديالي وتشوفوا النتيجه النهائيه. الجيكو ديالنا ها هو طاب، هانتوما شوفوا النتيجه كي داير كيشهي ياك الشهي. تبارك الله مادام ضايع العظيم ليلى كيشي بلا دابا نصور لهم اللقطه ديال الحلوه كيفاش غادي نجي عسري بلي التصوير هذا. يلا اللي كيشاهدنا اول مره يشارك في القناه، ينقر على الجرس يوصل جديد، حطوا اعجاب وحطوا تعليقات ديالكم وجربوا هاد الجيكو بالطريقه ديالي، راه كيجي رائع بنين وغادي يتحمر يحمر ويجيكم قدام ضيافكم. ونذكركم هاد البطاطا راه كنت حطيتها لكم من قبل في فيديوهات سابقه، اللي هي البطاطا الصغيره اللي كنسلقها بالقشور ديالها وكنسوطيها في شويه ديال البصله والثومه والملح والبزار، ونقدروا نزيدوا عليها الفرماج. غادي نحط لكم فيديو او حطيت لكم فيديو خاص ديال السلطات وفيهم هاد البطاطا اللي كتجي حتى هي خطيره، ضروري تجربوها. اش بغيت نسولك مادام واش غيطول لي مازال هادشي راه سخونه راه غادي يضرب لينا ناكلها كوكس الله يرحمها. يلا بالصحه والراحه. صدقوني والله الا شي ريحه كطلع ليا منه راه تشهيت غا تحطوا لي تقول لي يلا نباليو. يلا بالصحه والراحه. صحتكم وراحتكم.